السلام عليكم. بعد ما شفنا الاشغال تاع الواجهه الخارجيه لملعب عنابه واللي بدات يعني تمد المظهر الرائع يعني لافينيسيون تاعها بدات تبان، الان ندخل لداخل الملعب ونشوف اشغال نتاع وضع الكراسي، عمليه وضع الكراسي اللي راهي يعني خذت اشواط متقدمه، ما بقاش بزاف يعني بقات جهه. ان شاء الله بالك في نهايه الاسبوع هذا تكتمل كل الاشغال نتاع وضع الكراسي، وبالموازات فيه اشغال اخرى نتاع التراساج نتاع لابيس داتليتيزم. اذا ان شاء الله تكون فيها يكون فيها فيديوهات اخرى العمليه تاع التراساج هذا، وكذلك فيديو اخر عن الاشغال اشغال داخل الملحقات اللي مازال ما شفناهاش عندنا جديد نتاع الاشغال داخل الملحقات نتاع الغرف الفار والحكام وقاعة يعني كل ما هو اشغال داخلية اللي بقات ما بقالهاش بزاف وتنتهي. نخليكم بدون ما نطول عليكم، نخليكم تشوفوا الملعب المظهر ديالو كيفاش بدا يبان، يعني شيء رهيب. اذا اترككم في رعاية الله يحفظه، ومشاهدة ممتعة، والسلام عليكم.